حلاوة الشعرية بالسكر أو كنافة طيبين. تعرفوا إن أنا كبيرة وأنا بفكرها كنافة على قد ما هي زاكية، وكانت أمي تضلها تحضرنا إياها وخصوصا بالشتاء وعلى صوبة الكاز. رح أوجيكم كيف تعملوها مفلفلة وبتشهي. بالبداية بحط 3 معالق كبار من زيت شعبان، 2 معالق كبار من الزبدة، وبحمص فيهم 3 أكواب كبيرة من الشعرية. حمصوهم كتير منيح ليصير لونهم ذهبي وحلو. بعدين بأخذ مي مغلية وبحط تقريبا 3 سنتي أو قد حقدة الإصبع فوق الشعرية. ناخد شي كوباية لكوباية ونص من سكر شعبان، هي بتحب السكر على فكرة، وبتحركوهم كتير منيح لحتى يدوب. بعدين بنحط 2 معلقة ماء زهر. مجرد ما تغلي على نار عالية بغطيها وبتركها على نار هادي 15 دقيقة لحتى تكون مفلفلة وحلوة. بضلكم تفتحوا عليها الطنجرة كل شوي. بعدين بسكبها بصحون هيك متكتكين صغار وحلوين، شوية جوز هند مع شوية فستق حلبي، هاي زيادة على فكرة. رشة القرفة أهم إشي بهاي الوصفة، ودوقوها وعلموا أولادكم عليها، كتير طيبة هاي الوصفة، وأعتقد الكل ربي عليها على قد ما هي زاكية وبتشهي.